التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ نانسي بولوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع بولوسي عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، حيث رحب الرئيس السيسي بزيارتها والوفد إلى مصر، مؤكدا استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات. كما أكد الرئيس السيسي حرصه على التواصل الدائم مع قيادة الكونغرس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبها هنأت بولوسي الرئيس السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنة عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذا في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي. نظم عدد من المواطنين المصريين وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، وذلك للتنديد بمحاولات التدخل في أحكام القضاء المصري فيما يخص قضية السجين المدان على عبد الفتاح. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل اليوم الجمعة. وشدد المركز على أن جميع وسائل النقل العام تعمل اليوم بشكل طبيعي بكافة خطوط السير دون توقف وبانتظام تام ووفقا لجداولها التشغيلية المعتادة، مهيبا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ سيكلفان مساعديهما بالعمل على تسوية الخلافات بعد قمة العشرين في أندونيسيا. وأضاف سوليفان أنه لا ينتظر من هذا اللقاء الإعلان عن أي اتفاقات محددة. واعتبر سوليفان أن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني سيساعد على أن يفهم أفضل أولويات ونوايا بعضهما البعض وتسوية الخلافات وإيجاد المجالات التي يمكن التعاون فيها. أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دولار، وتشمل الحزمة أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز أفينجر وأنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة وعدد غير محدد من صواريخ ستينجر، وذلك بقيمة ترتفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 18.6 مليار دولار منذ بداية العمليات العسكرية الروسية. Capabilities in this package include missiles for Hawk air.
قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز إن إسبانيا سترسل نظامي هوك للدفاع الجوي لأوكرانيا، إضافة إلى 4 وحدات من نفس الأنظمة الأمريكية الصنع تم شحنها الأسبوع الماضي، وذلك لمساعدتها في التصدي للعمليات العسكرية الروسية. وذكرت روبلز أنه بالإضافة إلى قاذفات الصواريخ أرض جو، سترسل إسبانيا مدافع هاوتزر خفيفة، وتقدم أيضا تدريبا لأطقم المدفعية الأوكرانية. وفي الشهر الماضي طلبت أوكرانيا من دول حلف الناتو مساعدة إضافية لصد الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة بعدما هاجمت موسكو مدنا في أنحاء البلاد. توفي شرطي متأثرا بجراحه بعدما تعرض لهجوم بسكين في بروكسل وفقا لما أعلنته نيابة العاصمة البلجيكية. هذا وأصيب المشتبه به بجروح ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن هناك اشتباها بوجود دافع إرهابي وراء الحادث. وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق يقوده في هذه المرحلة مكتب المدعي العام في بروكسل. ورياضيا، فاز ريال مدريد على ضيفه قادش بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في ختام الجولة 14 من الدوري الإسباني. وسجل ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40، ثم أضاف توني كروس هدفا ثانيا في الدقيقة 70، فيما سجل لوكس بريز هدف قادش الوحيد في الدقيقة 81. وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في وصافة ترتيب الدوري، ليقلص الفارق مع غريمه برشلونة متصدر الترتيب إلى 2. وفي المقابل توقف رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير. نهاية موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.